سيداتي سادتي، نحييكم أجمل تحية في برنامجنا مال قارون، ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور حسن كاشفها ليتكلم عن واقع الاقتصاد العالمي على ضوء ما يحيط به من أزمات وصعوبات. فأهلا بك دكتور حسن. دكتور، كما هو ملاحظ يمر اقتصاد العالم بأزمات ومشاكل كان لها انعكاساتها السلبية على مجمل الواقع الاقتصادي لسائر الدول. سؤالي لك هنا، ما هو تأثير الدول الكبرى في الاقتصاد العالمي؟ سؤالك جيد. أنا هنا أريد أن أطرح مداخلة بسيطة لكي أبسط مفهوم الاقتصاد وإدارته في العالم. الحقيقة سيكون في هذه المداخلة إجابة وافية ضافية شاملة لكل ما يدور في أذهان الناس من أسئلة حول هذا الموضوع. مدينة خامدة صغيرة، منسية بائسة فقيرة، تمر بأزمات مالية عسيرة وظروف اقتصادية مريرة، فهي وقريناتها من المدائن في هذا الزمن الرديء الصعب راضية بما هو كائن وينتابها من مستقبلها الرعب، فأهلها غارقون في الديون وجلهم مقترض مديون، والمحظوظ فيهم يعيش على السلف وله في البنوك لهذا ملف. في ليلة شتائية معتكرة والغيوم سوداء ممطرة، يفد إلى هذه المدينة سائح على ظهر سفينة. إنه موسر غني، منعم، مرفه، ثري، جيوبه بالدولارات محشوة ومنها يستمد السيطرة والقوة. دخل فندق البلدة وأخرج من جيبه ما عنده، فوضع 100 دولار أخضر على خشبية سطح الكاونتر وقال للموظف الاستقبال بلهجة فيها تكبر وتعال: سوف أصعد لمعاينة الغرف. وكأن الفندق بقدومه نال الشرف، صعد ليدقق في التصميم والأثاث والديزاين وهو يغني لجوني كاش I walk the line. استغل موظف الاستقبال دخوله واغتنم هذه الفرصة المبذولة وقال لابد أن تعجبه إحدى الغرف، ولهذا أخذ 100 دولار وانصرف. ركض مسرعا إلى جزار المدينة ليسدد بال100 دولار ديونه. فرح الجزار بالدولارات الآتية وهرع لدفع مستحقات التاجر الماشية. تاجر الماشية شكر الله والصدف وانطلق ليسدد دينه لتاجر العلف، وهذا بدوره ركض إلى غانية أجنبية تجمعه وإياها علاقة سرية، نقدها مستحقاتها المتأخرة ورجاها لطول انتظارها أن تعذره، وقد كانت اللهم عافنا بسبب الزمان الأغبر تسجل ديون زبائنها على الدفتر. ومن فورها انطلقت الغانية ووصلت الفندق في ثانية، لقد كانت تستأجر الغرف الخاصة لخدمة الجماهير المتراصة. أعطت موظف الاستقبال 100 دولار كبدل نقدي لهذا الاستئجار، فأرجع الموظف تلك النقود ووضعها في مكانها المعهود. نزل السائح غير معجب بالغرف، يملأه اشمئزاز منها وقرف، وبكثير من الاستعلاء والصلف أخذ 100 دولار وانصرف، وقرر أن يرحل عن المدينة عائداً لبلاده بتلك السفينة. انصرف يغني الكونتري ويسترن والرينج أوف فاير والفاينل كيرتن. بهذا الشكل يا سادة تدير الولايات المتحدة اقتصاد العالم، وقد استمرأت هذه العادة، فهل هناك ما هو أقسى وآلم؟ لم يكسب أحد قرشا ولا بلغ شاطئ الأمان، فالفقر ما زال ينهش الناس نهشا، وبالله تعالى المستعان. المريض ما زال في السرير وقد تلقى إبرة التخدير، وما قضى التخدير على الوجع ولم يذهب الألم وإن هجع.
حلول وهمية وخطط جهنمية، ضحك على الذقون ولصوص مارقون يدخلون بلادنا ويخرجون بحجة أنهم مستشاريون فنيون. والأنكى من ذلك أن كل عربي فينا بصنيعهم مفتون، رصاص في الهواء ملون خلبي يطلقونه في سمانا، ونحن كأغبياء نعجب بالأجنبي ونمنحه رضانا. خسرت عندهم وأفلست بنوك ومصارف، إذن هناك مال ضائع. وسيسأل من هو ليس بخبير ولا عارف، ماذا حدث للكتل المالية والودائع؟ والحقيقة أنه ليس هناك من مال ولا نقود، ولا يوجد في أي مصرف مبلغ مهما صغر مفقود. إنه مال مكتوب على الأوراق لا وجود له ولا يستطيع أحد إنفاقه، وإن اقتصاداً كذا بلا أخلاق يذوب في ظل الفوضى الخلاقة. أزماتهم مفتعلة يصدرونها لبلادنا من المحيط إلى الخليج، وحلولهم مرتجلة تسيء لاقتصادنا وتدمر كل ما هو بهيج. سادتي، لكم شكري لأنكم استمعتم وسمعتم، ويثلج صدري أن تصححوا لي لو سمحتم.